الشهداء أطفال بعمر سنة وعمر 8 شهور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن أمام إحدى المنشآت السكنية التي تم قصفها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث لا زال العدوان مستمر حتى اللحظة منذ عدة أيام. نتج عن هذا القصف عشرات الشهداء إضافة إلى مئات الإصابات، غالبيتها من النساء والأطفال. عشرات البيوت تم قصفها فوق رؤوس ساكنيها، أبراج سكنية كاملة تم إنزالها، مئات الأسر الآن مشردة في المدارس والشوارع، كل هؤلاء بحاجة إلى تقديم مساعدة لهم. أطلقنا في مؤسسة لايف ريليف حملة لتلبية نداء استغاثة غزة لإيصال المساعدات إلى الأسر المشردة، لإيصال المساعدات الطبية للمستشفيات وللمصابين، لتقديم المعونة لأسر الشهداء وتقديم الدعم للأسر الفقيرة في مناطق مختلفة من قطاع غزة. حقيقة الوضع الإنساني في غزة خطير جدا، لذلك ندعوكم للمشاركة ساهم معنا في تلبية نداء غزة، في توصيل المساعدات والاحتياجات للأسر المحتاجة وللمصابين ولأسر الشهداء وللعائلات المشردة. بارك الله فيكم، ونتمنى السلامة لغزة وأهلها.